بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة إمام عصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب. السلام عليك أيها الولي الناصر. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولان. أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك. أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك. وأنت يا مولان كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة. وأزدني وأجرني صلوات الله عليك وعلى آل بيتك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل